اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ازيك يا ايشو؟ اهلا بك يا كابتن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا حنفي؟ ازيك يا كابتن؟ كله كويس؟ حضرتك كله تمام الحمد لله. احمد ايشو طبعا واحمد حنفي يعني عشان برضو ايه واحنا بنتكلم. خليني ابدا معاك يا ايشو على طول لانه الحقيقه الوقت. شفت مباراه السنغال وزيمبابوي ازاي؟ طبعا يعني منتخب زيمبابوي يحسب له ان هو طبعا قدر يصمد لغايه الدقيقه 94 يعني 94 وكسر كمان عشان يحتسب ضده طبعا نتيجه الضغط. هو طبعا يعني منتخب اكيد متواضع جدا وقصاد يعني نجوم السنغالي مرشحين للفوز بالبطوله. يعني منتخب السنغال مع منتخب الجزائر وان شاء الله يكون معه منتخب مصر والكاميرون من المرشحين جدا للفوز بالبطوله. وبالتالي ان هو منتخب متواضع الامكانيات يعني الفرديه والجماعيه يوصل 94 دقيقه متعادل 0-0 شيء ايجابي جدا. حتى التعادل اصلا او الفوز بتاع السنغال عن طريق ساديو ماني بضربة جزاء فطبعا ده شيء يحسب جدا لمنتخب زيمبابوي. ايشو حنفي عايز برضو اسالك على مباراه المغرب وغانا. المغرب وغانا كابتن غانا عكس اللي كان كله متوقع. يعني كان كله متوقع ان منتخب غانا منتخب سهل وده اللي اثبت عكسه منتخب غانا النهارده في المباراه. منتخب غانا رغم ان الاسماء مش اللي هي الرنانه مش القويه ولكن شخصيه منتخب غانا صعبه رخمه. كان ند بالند مع منتخب المغرب طول الشوط الاول. المستويات كانت متقاربه جدا. المغرب تفوقت في الشوط الثاني. المغرب 4-1 4-1 شكلها منظم في الملعب بمنتهى الامانه. المغرب من افضل المنتخبات التكتيكيه عربيا وافريقيا اعتقد. شكله حلو في الملعب. سامي ماي في نص الملعب قادر يربط الخطوط بشكل جيد وكان شكله حلو في الملعب قادر يستلم ويسلم. تجميع اللعب كان في الناحيه الشمال. غياب حكيم زياش واضح جدا على المنتخب المغربي بالاضافه لغياب ايوب الكعبي وريان ماي اللي هم هدافين المنتخب كانوا غايبين بسبب الكورونا. فكان منتخب المغرب بشكل عام قدم مباراه يستحق عليها الفوز. يمكن المستويات كانت متقاربه ولكن المغرب فازت ببعض التفاصيل البسيطه في الاخر. طيب خلينا نتكلم عن ارقام المباراتين بالضبط. يعني يمكن هو التفصيل البسيطه جدا اللي هي مثلا انقاذ في الدقيقه 71 ياسين بونو في الدقيقه 71 كره تسديده من رقم 15 اللي هو جوزيف بنسل. الراجل ده يعني هو مصدر الخطر الوحيد طول مباراه منتخب غانا. نعم. شاط كام كوره منهم الكره دي طبعا انقاذ تصدي تاريخي لياسين بونو. وبدا بعد كده منتخب المغرب ان هو يركز على الجبهه اليمين بالنسبه لمنتخب المغرب. فبدا هو هنا يدخل في كام كوره كده بالظبط يعني كرات عرضيه بيعملوها بشكل منتظم جدا لغايه ما قدروا يسجلوا الهدف الفوز. يعني كان الكره بالظبط في الدقيقه 53 الكرات نفس كربون الدقيقه 83 قدروا ان هو يسجلوا ان شاء الله او الحمد لله يعني هدف الفوز. وطبعا الاداء ده يبشر بالخير ان احنا لما نلاقي المنتخبات بتكسب بالعافيه كل تقريبا المباراه باستثناء مباراه الافتتاحيه 2-1 كل مباريات 1-0 حتى 2-1 دي كانت بالعافيه بالظبط يعني اللي هو حتى فرق الهدف فده حاجه مبشر جدا ان هو ان شاء الله منتخب مصر يعني يكون افضل في البطوله دي. المغرب وغانا حنفي هدف سفيان بوفالي يا كابتن حلو سرق المساحه لنفسه بشكل جيد فنش بشكل عظيم جدا. ارقامه ممكن متقاربه لو جينا نبص على الارقام بتاع المغرب وغانا هنلاقي ان الاستحواذ بتاع المغرب 51 وغانا 49 استخلاص الكوره المغرب كان 85 وغانا 49 الباص الطولي للمغرب كان 31 منهم 11 صحيح غانا كان 43 منهم 6 صحيح محاولات المغرب كانت 9 وغانا كان 5 الاهداف المتوقعه اللي هي الاكس جي كان المغرب 1.89 من 100 وغانا 74 من 100. يمكن الارقام متقاربه من بعضيها ولكن المغرب في الاخر زي ما قلت لحضرتك يا كابتن كسبت بتفاصيل بسيطه. ياسين بونو فارق جدا 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 مع منتخب المغرب تصديات حاسمه في توقيت صعب في المباراه ساعد المغرب ان هي يبقى حظوظها في المباراه موجوده. وسفيان بوفال مهاجم كبير رغم غياب ايوب الكعبي النهارده اثبت ان هو مهاجم تقيل جدا جدا. النهارده الهدف مش سهل ان هو خلق لنفسه المساحه في الصندوق قدر يفنش بشكل جيد. سفيان بوفال متوقع له بطوله كبيره مع منتخب المغرب. هنكمل كلامنا ولكن خلوني الورق كان هيقع معلش خلوني نكمل او ناخد بعض الهاشتاج الحنفي وايشو مع الشاطر. محمد الحادي بيقول نجوم السوشيال ميديا منورين قناه الاهلي. جيهان بتقول حاسه ان البدايه هتبقى جيهان انور بتقول حاسه ان البدايه هتبقى قويه لمصر. محمد خليفه بيقول الفقره دي ممتازه يا ريت تستمر لانها مع ناس من وسط الناس. حاضر. دكتورة ريهام بتقول بالتوفيق إن شاء الله حلقة جامدة. محمد أبو ياسين بيقول بسرعة علشان هنبعت الخطة ومين اللي هيلعب لكروش وهم عليه اللي ينفذ كلامهم ومشغل قناة وبيسمع. أشكرك جدا. ما رأيكم في مستوى الكاميرون النهاردة؟
مستوى الكاميرون امبارح يعني امبارح يعني مستوى الكاميرون ما كانش المستوى المبهر يعني. الاول تمن نص ساعه ما كانش في اي خطوره اصلا، واللي بدا هو منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل وفرصه ثلاثيه عشان يقدر يسجل، وبعد كده حتى يعني الهدفين من ضربتين جزاء مستحقتين تماما، مش بنقلل من قيمه ضربات الجزاء، بس هو ما هواش المنتخب المرعب يعني. منتخب مستضيف ولازم يكون هو بيقدم اداء افضل من كده. جدا يعني هو بدنيا منتخب قوي جدا بدنيا الحقيقه يعني. امبارح طول ال 90 دقيقه مستوى واحد بالزبط. هو فنيا ما فيش افكار كتير في الملعب، الكواليتي بتاع اللعيبه مش كبير قوي زي ما الكاميرون معودانا، ولكن بدنيا هو منتخب مرهق جدا جدا، ودي ظهرت ان ماتش بوركينا فاسو دي 80 لعيب بوركينا فاسو فعلا ثابت، منتخب الكاميرون بدنيا واقف على رجله ومتماسك. مصطفى محمد هو اللي هيقود هجوم المنتخب ده. فارس رمضان بيقول بامر الله نكسب بكره 1-0. برضو رجع تاني يقول عندي ثقه غير عاديه في تريزيجيه حتى لو لم يلعب. اعتقد تريزيجيه فرق كتير جدا او يفرق كتير جدا مع المنتخب جدا. تريزيجيه من اللعيبه اللي انا بشوفها تقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا. تريزيجيه لعب تكتيكي قوي غير ان هو فرديا سريع ويقدر هيشكل لك خطوره على المرمى، ولكن تريزيجيه لعب تكتيكيا قوي، لعب يقدر يقوم بدور دفاعي جيد، لعب تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا على المستوى البدني وما يغزلكش، ودي ميزه تريزيجيه، ودي نقطه بيحبها كيروش جدا اي لاعب بيدافع، وكان بيحبها كوبر اللي هو احد اهم الناس اللي طورت تريزيجيه على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي. تريزيجيه تحول مع كوبر لجناح بيقدر يدافع بشكل جيد، ما بيبيعش الباك، بيحاول ان هو طول ال 90 دقيقه بمستوى ثابت، ما بينساش ان هو مطلوب منه دور دفاعي، ودي نقطه مهمه جدا. في ظل وجود اصلا محمد صلاح ان هو طبعا الراجل مش مطالب ب يعني وسط الرقابه اللي عليه مش مطالب كمان بدور دفاعي، مظبوط، فهو لازم يكون حد بيوزن الجبهتين والدليل ان كيروش بيفضل مرموش في اوقات كتير في الناحيه الشمال دي. مرموش فيه الجزئيه دي دفاعيا متماسك جدا متماسك جدا، ولاعب سريع يقدر يحول لك بس اظن تقدر تعتمد عليه. الخبره هو بقى في مفارقه هنا ان احنا عندنا عنصر خبره اكتر في تريزيجيه، بس عنصر تسديد اكتر في عمر مرموش. الراجل يعني من وقت من اول مباراه لهم على المنتخب ما اعتقدش صعب ان هو يبتدي بتريزيجيه هتكون مجازفه كبيره، اعتقد ان هو هيبتدي بمرموش بقاله كتير ما لعبش غير ماتش واحد مع اسون يعني. بس هو خلي بالك عمر الراجل ده دايما بيحب يبدا بحاجه غريبه يعني، ممكن لاعب ايمن اشرف على راي كابتن عادل لاعب ايمن ممكن لا خلي بالك ايوه ممكن وبعدين ايمن متماسك جدا في الحته الشمال ديت، بس هو لا يبدا ايمن اشرف مش في الحته الشمال، في نص الملعب، في نص الملعب بالظبط ثالث في بدل السوليه. بس انا شايف يا كابتن ان ممكن يعتمد على زيزو في الحته دي، واتوقع ان تفكيره هيروح للجزئيه دي لسبب واحد ان زيزو بيعرف يلعب مكان عمرو السوليه كوايد ميد فيلدر في نص الملعب وتحديدا في الناحيه اليمين. محمد صلاح ما بيدافعش كتير وفي نفس الوقت هيحصل اوفر لود على اكرم توفيق كبير جدا جدا، فلازم يكون في خط وسط يمين في نص الملعب بيدي مساندات دفاعيه لاكرم توفيق، لان لو ده ما حصلش اكرم توفيق هيحصل عليه ثنائيات واوفرلوك كبير جدا هيسبب لنا مشاكل في الناحيه اليمين. فاذا مطلوب دور دفاعي قوي من لاعب النص الملعب اللي هيلعب مكان عمرو السوليه، فلذلك متوقع انه ممكن يعتمد على زيزو بدنيا قوي بيعرف يدافع كويس، واما يفرد الملعب ويروح الناحيه اليمين لو صلاح ضم في العمق هيكون عنده عرضيات في الناحيه اليمين جيده جدا هتقدر تفيد منتخب مصر. اظن هو واخد يعني عبد الله السعيد عشان يستخدمه يعني، هو انت واخد عبد الله السعيد وحارمنا من القفشه يعني، ورينا عبد الله السعيد. انا شايف زيزو او تريزيجيه ممكن، بس ممكن زيزو، انا شايف كفه زيزو ارجح لفكره ان هو دفاعيا متماسك بدنيا هيديك 90 دقيقه بمستوى. لا اكيد طبعا عبد الله السعيد مش هيقدم 90 دقيقه يعني، ما فيش نقاش في كده يعني. سيد جابر القضيه ممكن بيقول انا فرحان والله يا كابتن استاذ عشان تستضيف، اشكرك شكرا جزيلا. مستر اكس بيقول حد بيقول مش عارف ليه حاسسها تعادل. لا ان شاء الله حتى 1-0 لمنتخب مصر ان شاء الله يعني، متوقع ان هي 1-0 خلاص بيني وبينك يعني، لانها صابر وراضي اللاعب المتوقع تالقه بكره حمدي فتحي. محمد محمود تحياتي كابتن اسلام اجمل قدام تستمتع معاك، تحياتي اشكرك جدا بحييكوا. جاد عدلي بيقول اشتقنا يا اهلي من غيرك، ناس طبعا ده حقيقي والله هتتفرج عليهم بس ان شاء الله يوم الخميس. هو هنا في حاجه، حتى كان في احد الاصدقاء باعتين هنا على الهاشتاج يعني، ان هو فعلا منتخب مصر احنا محتاجين منتخب يرجعنا الاجواء اللي هي من 2006 2010 يعني. احنا في الفتره دي كان عندنا بالنسبه لي انا شخصيا عندي بالنسبه لي منتخب مصر زيه واكتر كمان من الاهلي. نعم. ان انت مستني منتخب وكابتن طبعا حسن شحاته والجيل ده كنت انت متابعه بحب فعلا زيه وزي منتخب الاهلي كده كحب حقيقي، لكن للاسف دلوقتي بمنتهى الوضوح يعني، لان انت اصلا ما بتحسش اصلا لعيبه المنتخب معانا قوي يعني. شفنا للاسف اللي حصل في الكاس الامم الاخيره يعني، حاسه اللعيبه منفصله شويه عن الجماهير. لكن نتمنى ان احنا بقى بالاداء
هو احنا بنحب الجيل الذهبي ده ليه؟ عشان قدم لنا اداء، ثم الاداء جاب بطولات. فاحنا حتى لو مش هنقول ان الجيل ده ياخد بطوله المره دي، على الاقل يقدم اداء يقنعنا ان هو هتيجي بعد كده. وانا طبعا نفسي البطوله، يعني احنا لازم احنا يكون رايحين مع كامل احترام محمد صلاح، هو بيقول احنا مش مرشح الاول، احنا لازم نكون مرشح الاول زي ما هو قال ان احنا الاعرق، احنا 7 بطولات قاريه لازم طبعا في افريقيا يعني، فلازم احنا نكون مرشح الاول. يعني انا بشوف ان هو هو تصريح يعني ايه بيمسك العصايه كده قوي جدا، وبقول لك ان هو بيشيل الضغط من على اللاعب، وجهه نظري بالزبط. يعني لكن اتمنى هم كيروش على كيروش نفس الكلام بالظبط، بس اتمنى بجد في الغرف المغلقه ان احنا يا جماعه رايحين ناخد البطوله. احنا مش كل مره، احنا دلوقتي 2017 كنا وصلنا نهائي ومع المنتخب الكامل، هو ما كانش احسن مننا كتير، بس احنا التفصيله وطبعا اللعب الكبر في النهائيات يعني فاصابتنا فخرجنا من النهائي. نتمنى ان احنا المره دي المنتخب يبدا تصاعدي، اصلا في مفارقه يعني اتمنى تكون لطيفه، يعني ان احنا بدانا مع منتخب نيجيريا 2010 واخدنا البطوله، كانت اول مباراه في 2010 اخدنا البطوله. اول كان معانا برده في 2008 معانا منتخب السودان اللي هو برده معانا في المجموعه المره دي اخدنا البطوله، فيمكن دي بشره خير كده مفارقه يعني ان احنا ان شاء الله نكرر وجود الاثنين الفريقين دول معانا، يكرروا فوزنا بالبطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حنفي، منتخب نيجيريا منتخب قوي ولا ايه؟ منتخب نيجيريا يا كابتن على مستوى الاسماء هو منتخب تسمع الاسماء اللي موجوده، ياناتشو، احمد موسى، اسماء قويه جدا موجوده في منتخب نيجيريا طول قوي، ولكن من التصفيات كاس الامم وتصفيات كاس العالم اللي ظهر عليها الاداء منتخب نيجيريا هو هجوميا معقول جدا وتخاف منه، ولكن دفاعيا عنده مشاكل كبيره. دفاعيا عنده مشاكل كبيره في ماتش سيراليون كان كسبان 4-0 لحد الدقيقه 70، اتعادل 4-4 في 30 دقيقه. عنده مشاكل كبيره جدا خلف الباكات، مساحات كبيره جدا خلف الباكات بتاعته، بالاضافه ان المساحه اللي بين السنتر باك والباك دي مشكله فعلا. يعني معانا بعض الحالات مش عارف نقدر نهرب منهم حاجه ولا لا. لو جاهزين اعرضوهم يا شباب لو سمحتوا. يعني في ماتش سيراليون مساحه خلف الباكات بيقدر يستغلها فريق سيراليون بشكل جيد، برده في ماتش جزر القمر نفس الكلام، فعندهم مشاكل دفاعيه نقدر نستغلها. بالاضافه لجزئيه ثانيه وهي ان هم فريق على مستوى المنظومه الدفاعيه، يعني ده مثلا في ماتش سيراليون المساحه اللي خلف الباك اليمين دي يا كابتن افتكرها بكره هتكون فيها مشكله، لو مرموش ركز فيها هيقدر يصنع مشكله كبيره منها المنتخب نيجيريا. تمام. موزي سيمون دي تسببت فيها الجون الثالث للمنتخب سيراليون، وفي برضو حاله ثانيه من نفس المكان تقريبا الهدف الاول برضو. دي هي برضو دي الهدف الاول نفس المساحه، الباك اليمين بيتاخر بيرتد ببطء جدا، هو بيلعبوا 3-5-2 بيرتد ببطء جدا، فبيكون في وراه مساحه كبيره نقدر نستغلها، ودي المساحه اللي ما بين السنتر باك والباك اللي هي الجزئيه اللي بين السنتر دي مهمه قوي برضو، دي عندهم فيها مشكله كبيره. فهو منتخب على في المنظومه الدفاعيه بتاعته عنده مشاكل نقدر نستغلها. محمد صلاح كون ان هو لاعب بيخش في العمق كتير من الحته دي برضو نفس المساحه اللي هي بين السنتر باك والباك استغلها برضو منتخب سيراليون وسجل منها الهدف الثالث. فهو منتخب عنده مشكلة. أنا متفائل، متفائل جدا بمنتخب مصر. عندنا أسماء قوية تقدر تسبب مشاكل لمنتخب نيجيريا وبشكل عام في البطولة. سواء محمد صلاح أو مصطفى أو مرموش أو كل العناصر معانا بدايل حتى قوية جدا. يعني بديل مرموش مثلا تريزيجيه، بديل مصطفى محمد شريف احسن مهاجم في مصر، في نص الملعب معانا عمرو السوليه ربنا يرجعه بالسلامه، معانا بدائل كتير قوي. فمنتخب مصر السكواد بتاعه بشكل عام يقدر يسبب مشاكل لمنتخب نيجيريا، وبشكل عام هيظهر بشكل جيد ان شاء الله باذن الله في البطوله. شو اهم نقاط الضعف اللي موجوده في المنتخب النيجيري؟ هو النقطه الدفاعيه اكتر، يعني هم عندهم ما شاء يعني الله. انت متفق مع الحنفي طبعا، لان هو اصلا هو خصوصا اصلا يعني برضه في نقاط ضعف ممكن نعتبرها ان هو غياب لعيبه مهمه جدا بسبب الاصابه او حتى بسبب منع الانديه بتاعتهم، يعني زي عندنا مثلا فيكتور اوسمين نابولي اللي هو مصاب بسبب يعني هو كان عنده اصابه في تركوا وبعد كده بقت كورونا فخلاص مش قادر يجي خالص، وبرده لاعب الشباب السعودي اودين ايجالو برده الفريق رفض بسبب، بس دي نقطه فنيه شويه يعني هو في النقطه بالنسبه لمنتخب يعني نيجيريا المفروض يبعت يعني من اول 10 ايام حتى ايجالو نفسه ما بينزلش التمرين اعتراضا على بالظبط. ما هو بس هو الفكره ان هو في نقطه اداريه، يعني المفروض هو يبعته قبل 15 يوم البطوله، فهو بعته قبل 6 ايام، فانت هم بيحتاجوا بكده فهم مش راضيين يبعتوه يعني. فبس مصلحه بالنسبه لنا هم كده، هم يعني الشباب السعودي مشكورين بالنسبه لنا يعني كتير. بس يعني الاثنين المهاجمين مش موجودين، الاثنين الاحتياطيين ايناتشو وليستر سيتي واحمد موسى اللي هو في كمان من الدفاع اللي هو ليون بالجون، يعني برضو لاعب مدافع موجود رقم 6 موجود، هو الثلاثي الاساسي ده اللي ورا ثابت دايما،
في كل ماتشاتهم الاخيره، ورغم كده طبعا الراجل ده برده مصاب ومستبعد من التشكيله، فبالتالي احنا قدام عندنا نقطه الضعف الاساسيه بسبب غيابتهم. يعني هم طبعا ما شاء الله منتخب اصلا من اقوى منتخبات اصلا، برده هنا في نقطه ان هو المنتخب ده من التصنيف الاول، يعني ده رقم 5 حاليا في افريقيا، بالتالي هو تصنيف اول، وبالتالي ممكن تتكرر المواجهه. وهنا برده نقول مفارقه ان شاء الله تبقى كويسه، يعني ان احنا الفوز بكره هيدينا افضليه حتى ولو معنويه، اكيد يعني التحديات مختلفه، لكن ان انت تكسب نيجيريا في افريقيا ولو تكرر المواجهه، واصلا يا ريت، واصلا شايف ان منتخب نيجيريا يعني اكيد هيكون يعني اخف علينا شويه، يعني منتخب زي السنغال ولا المغرب ولا الجزائر. فمنتخب نيجيريا بالنسبه لنا دلوقتي ان هو انت تكسبه هيبقى زي فكره بالظبط ان انت تكسب غانا في امم 2017 بعد ما كسبناها في التصفيات في 2016 نوفمبر 2016، كسبناها في افريقيا وفي الاخر تاهلنا على حسابها لكاس العالم 2018. وبالتالي هنا انا بشوف ان هو اللي بيكسب الفريق حتى لو في غيابات او كده ما زال برضه هو في فريق متكامل. الفريق ده ان انت تكسبه هتقرر تكسبه حتى في التصفيات. فنتمنى ده اللي يحصل ان شاء الله ما بين افريقيا وتصفيات كاس العالم ان شاء الله. وسط ملعب نيجيريا، وسط ملعب نيجيريا نقطه قوه كبيره جدا عنده، يعني عندهم اوفر نديدي، عندهم اكتر من اسم في وسط الملعب قادرين يخلقوا حلول وقادرين يكونوا مسيطرين. لذلك اللي مستني بكره منتخب مصر يلعب تيكي تاكا وبيلد اب ويحاول ان هو يبني هجمه ويلعب هاي بلوك، ده مش هيحصل. كيروش انا متاكد ان هو باصم على 10 ان طول البطوله ميديم بلوك كونتر اتاك، انا دي متاكد منها. وللعلم دي بعض الاحيان بتكون مفيده لمنتخب مصر وبتكون مفيده للفريق لو التولز اللي تحت ايديك مش في مصلحه البيلد اب والهاي بلوك. احنا ما عندناش مدافع بيطلع بيعرف يطلع بالكوره من تحت، يبقى ازاي هنبني كوره؟ دي نقطه مهمه جدا، نقطه فيصليه في موضوع البيلد اب ده. فبكره انا مش مستني الفريق يلعب، مش مستني بكره المنتخب يلعب تيكي تاكا، انا مستني، انا متاكد بكره ان كروش او متوقع بنسبه كبيره ان كروش ميديم بلوك وهنلعب كونتر اتاك، واعتقد طول البطوله هيكون ده شكلنا بالظبط. بس هو في نقطه هنا ان هو احنا تلعب انت سواء من نص الملعب او تلعب في ايا كان، في الاخر انت لازم يكون المستحوذ. انا رايي ان احنا خصوصا قدام منتخب نيجيريا هو بيتوه في الاستحواذ، ان انت ما بتكون انت ماسك الكوره، ما عندهمش هم حته الوعي التكتيكي، خصوصا اصلا ان هو المدير الفني بتاعهم دلوقتي بعد ما كان عندهم مدير فني استمر معاهم اللي هو الالماني استمر معاهم لمده 5 سنين، فجم هم برضو التخبط اللي عندهم ده في نيجيريا يعني افادنا بصراحه، يعني مشكورين بصراحه. فعندهم شالوا المدير الفني قبل شهر من البطوله، فجاء مدير فني وطني مؤقت كده يعني، وحتى قبل بيسيرو، يعني بيسيرو اصلا هيجي بعد البطوله يعني هيجي بعد البطوله مستشار فني، فبالتالي حتى التخبط ده مفيد بالنسبه لنا ان انت المدير الفني ده مش هيلحق يطبق ولا لاعب مباراه وديه ولا اي حاجه، بعيدا طبعا مباراه الكونت الكاميروني دي مش مباراه، يعني بنتكلم عن مباراه دوليه مع منتخب مفيش اي كلام من ده، بالتالي اصلا ما عنديش فكر المدرب. احنا هنا بيعتمد على اللعيبه، افكار اللعيبه دي، او يعني مفيش افكار، مش هنسميه افكار، هنسمي خبرات اللعيبه. ان اللعيبه دي طبعا بتلعب ماتشات وديه او دوليه كتير جدا طبعا، يعني لعيبه دوليه كبيره اصلا، فاللعيبه دي هي بقى اللي احنا هنلعبها. احنا هنا مفيش بقى جمل فنيه عبقريه هيعملوها، ده تصوري، بالتالي احنا لازم يكون احنا مستحوذين، وهم عندهم اصلا اللي هو ايه ممكن يسموها سيوله دفاعيه، ان هو ما هواش عارف هيدافع ازاي، هو مفيش اصلا مدرب، يعني ده مع احترامي للمدربين الوطنيين من نيجيريا، لكن هو ما هواش مدرب يعني عبقري يعني. فاذا احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نمسك المباراه ونستحوذ، ما نبقاش احنا دايما رد الفعل، يعني اسلوب رد الفعل ده انا بجد كرهته مع المنتخب، هو ده الحته العاطفيه. لو احنا بقينا الفعل خصوصا مع فرق انت عندك تقدر تمسك كوره، دلوقتي اسماء منتخب مصر حاليا لا تقدر تمسك كوره، حتى لو احنا هم الفرقه الثانيه عندها طبعا كذا لاعب من الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وحتى في الدوريات الثانيه كمان مفيش اصلا لاعب محلي يعني، لكن في الاخر ما هو انت يعني المحليين دول هم اللي جابونا الثلاثيه التاريخيه. فاحنا مش عايزين نقلل من فكره برضه عوده بقى، مش عوده الخواجه بقى، عوده المحترفين. بلاش عوده ان احنا ايه عشان احنا عندنا محترفين كتير يبقى احنا كده اقل، بالعكس احنا المحترفين او المحليين بيكون بينهم انسجام اكتر، هم عارفين بعض اكتر. فنتمنى ده نشوفه ان شاء الله بكره ان شاء الله يعني. الجزائر وسيراليون مباراه برضو مهمه الكل بينظر ليها، بننتظر المنتخب الجزائري وكيف سيظهر المنتخب الجزائري في اولى مبارياته يا حرفي. المنتخب الجزائري عنده اسماء قويه جدا، يمكن هو اقوى مباراه سهله بس يعني اقوى منتخب عنده حلول في البطوله، منتخب عنده اسماء قويه جدا وعنده حلول كتيره. لو جينا نبص عنده فريقين، يعني المنتخب الجزائري اللي ظهر في كاس العرب ده هو فريق تاني بالظبط، هو مش موجود منه غير ثلاثه او اربعه ثلاثه في كاس الامم
من كاس العرب اللي هو يوسف البلايلي وبغداد بونجاح وياسين ابراهيمي، مش موجودين غير الثلاثه دول. فهو منتخب الجزائر منتخب قوي جدا، يعني على مستوى الاسماء هو اقوى منتخب موجود في البطوله، على مستوى الحلول هو اكتر منتخب عنده حلول في البطوله. منتخب طب يبقى محمد صلاح ما كدبش لما قال ان احنا مش المرشح، ماشي هو المرشح بس هو ما يقولش انا اقول مع احترام هذه الفكره، ان هو الجمهور يقول حاجه، وان انت كابتن انت يعني منتخب مصر قيمه مصر انا بشوف دي، ان هو انت تقول حاجه اللي هو الصحافه والجمهور. احنا طبعا عارفين ان هو بالمنتهى الامانه فعلا يعني منتخب الجزائر، منتخب السنغال، منتخب الكاميرون باعتباره هو يعني المضيف يعني او مستضيف البطوله، وبعدين منتخب مصر بمنتهى الامانه، مع ان منتخب الكاميرون ما يخافش خالص، بالعكس احنا لما شفته بصراحه قلت لا ده بوشه خير يعني، لكن ما زال برضو عشان المستضيف، واحنا فاهمين طبعا المستضيف يعني بيحصل معاه ايه يعني، بالتالي ممكن يكون له افضليه، لكن احنا ما زلنا مرشحين، احنا لازم نكون رايحين ان البطوله دي واصلا لمحمد صلاح نفسه برضو، زي ما كان في احد المشاركين على الهاشتاج معانا النهارده بيقول ان صلاح نفسه مهم جدا بالنسبه له البطوله دي، لو اخذ البطوله دي ان شاء الله هيكون مرشح فوق العاده لو اخذ البالون دور طبعا ان شاء الله، طبعا ومع زابيس طبعا هو مرشح ليها دلوقتي الثالث، لكن ان شاء الله السنه بقى اللي هو 2022 ياخد بالون دور بسبب البطوله دي. فاتمنى محمد صلاح ان هو يدخل بالحافز وبالكفاءه، انا فاهم طبعا انه العناصر اللي معاه في ليفربول والضغط اللي عليه، حضرتك بتقول برضه بتتكلم الفقره اللي فاتت ان هو الضغط اللي عليه في ليفربول، هو كل عنده مثلا خمس مفاتيح لعب فبيشاركوا كلهم بيتحملوا العبء الضغط ده، لكن في منتخب مصر هو الضغط عليه 100%، فاكيد ده عامل مهم جدا. بس برضه صلاح عنده اكتر من كده، صلاح في بعض الكرات من الاخر كده بيخاف عليه يقوله يعني، فاتمنى ان هو يلعب بكل 100% من عنده، وقتها هيسجل من مصلحته ان هو يسجل، ولان هو هياخد البطوله دي هتفيد هو شخصيا. محمد بيقول هل مستوى الفرق الاخرى يجعلنا نطمع في البطوله؟ انا شايف ان منتخب مصر لازلت مصر ان هو بالنسبه لي انا مرشح قوي جدا للبطوله. انا مش مع فكره المرشح الاول والثاني، الجزائر خدت كاس العرب بتفصيله صغيره قوي في ماتش المغرب، كان ممكن المغرب تكسب ماتش عادي سهله، بس ما فيش فكره مرشح، هو المنتخب عنده سكواد يقدر ينافس بيه لمراحل بعيده. لو شويه تفاصيل خدماتك، مع ان انت كنت في الفورمه بتاعتك، مع ان انت مركز، مع ان انت بتحاول تستفيد من التفاصيل الصغيره، هتقدر تعمل شيء كبير وبتعلى دخل البطوله بالظبط كده. نور بتقول ما قلناش بيلد اب ولا هاي بلوك حنفي، بس لازم استحواذ ونستغل المهارات الفرديه العاليه اللي نملكها وننزل بروح الفوز بالظبط. هو نفس الكلام اللي كانوا بيقولوا الاستحواذ بجد يعني، ما يبقاش احنا مش عشان احنا مش عايزين نلعب تيكي تاكا واللي هو يعني اللعب هنقسم عليهم يعني، مش معنى كده احنا نفقد الاستحواذ تماما يعني. محمد بيقول خطه المناسبه لمواجهه منتخب نيجيريا. ما فيش اختلاف على التشكيل تقريبا يعني، هو بس الاختلاف ما بين مكان السوليه بس. الاهلاوي حسب بيقول لازم يلعبوا برجوله عشان نظهر العين الحمراء من اولها، مش عايزين دلع. بالظبط ماشي يعني، بصراحه الواحد بكره بينتظر ان هي تكون مباراه ما فيهاش دلع، بالظبط مباراه نقدر نكسبها ان شاء الله نقدر نكسبها باريحيه، هي تدينا معنويات كبيره جدا لقدام في كل حاجه في البطوله دي وفيما هو قادم لو ربنا ماتشات النوك اوت في كاس عالم. نعم؟ ماتشات النوك اوت بعدها على طول في كاس عالم دي مهمه، تدينا دفعه كبيره جدا فيما هو قادم، تخلينا نبقى نرجع نثق زي ما الناس كلها بتقول ان المنتخب المصري عنده سكواد قوي. ده حقيقي. قوي الحقيقه فعلا، بعد يعني باستثناء طارق حامد وقفشه الاثنين دول اعتقد، لكن بقيه اللاعبين الافضل في مصر الافضل، مفيش خلاف على القائمه اعتقد يعني، باستثناء هو قفشه وطارق حامد يمكن هم الاسمين دول يتواجدوا في القائمه يعني، على الاقل يتواجدوا في القائمه بالظبط، لكن بقيه القائمه لو مسكتها اسم هتحس ان مفيش لاعب ما يستحقش يكون موجود. مظبوط. فلا منتخب مصر معاه سكواد قوي باذن الله يقدر يعملوا حاجه كبيره. متوقع بطوله، انا شخصيا متوقع بطوله كبيره لاكرم توفيق، انا براهن على الاكرم في البطوله دي، البطوله دي تقريبا اول بطوله افريقيا لاكرم مع المنتخب. باذن الله هتكون هتفرق جدا مع اكرم شخصيا ونفسيا وحاجات كتير قوي هتفرق مع اكرم، وانا متوقع له بطوله كبيره ان شاء الله. خليك فاكر كابتن المساحه اللي خلف باكات منتخب نيجيريا لو كسبنا بكره هتكون من خلالها، عشان هنفتكر الموضوع ده مع بعض. كويس جدا، ما احنا بنسجل بس هنفتكره مع بعض تاني. المساحه دي مهمه جدا ومشكله كبيره في منتخب نيجيريا. كل الاهداف اللي تلقاها في تصفيات كاس امم وتصفيات كاس عالم كانت من خلال المساحه دي. فالمساحه دي باذن الله بكره صلاح ومرموش يقدروا يستغلوها باذن الله نحقق الفوز من خلالها باذن الله يا رب ان شاء الله. اخيرا التشكيل، هو التشكيل ما فيهوش غير اختلاف واحد بالظبط، هو عبد الله السعيد يعني، انا رايح اخد عبد الله السعيد كاساسي دقيقه 60 مثلا يعني، وبعد كده مثلا سيد ديزو ده يعني كبديل يعني. اه
انا شايف زيزو، انا شايف زيزو عشان فكره ان هو دفاعيا قوي هيساعد أكيد. اكرم توفيق عشان صلاح ما بيقومش بدور دفاعي قوي، فهيكون دور زيزو قوي جدا دفاعيا مع اكرم، بالاضافه ان زيزو بيعرف يعمل حته الوايد ميد فيلر ان هو يفتح على الناحيه اليمين، هنستفاد جدا من الكواليتي بتاع بالكواليتي بتاع العرضيات بتاعته في وجود مصطفى محمد اللي هو هيدرز مميز جدا، والاثنين لعبوا مع بعض في الزمالك بالزبط. وبالتالي ودي كانت نقطه قوه الزمالك في بعض الاوقات، الاوفر بتاع زيزو لمصطفى محمد فدي هنقدر نستفيد منها بالذات اما صلاح بيسحب نفسه ويخش الصندوق فيقدر زيزو يفتح يوسع الملعب شويه ويجي على الاطراف، دي ميزه زيزو في نص الملعب. انا مش ضد زيزو بالعكس، انا عايز اصلا يلعب، انا عايز في الاخر اللي يكون موجود في نص الملعب ده صانع لعب حقيقي، يعني انا عايز اشوف الفاعليه الهجوميه الدور الهجومي مع طبعا الدور الدفاعي كل احترام ليه واكيد مهم بس في الاخر احنا يعني احنا شفنا النني مثلا دور دفاعي، حمدي فتحي دور دفاعي بشكل اكبر يعني طبعا اكيد اللي هو حمدي فتحي اكتر، نني الباص امام اكتر، لكن زيزو اوكي ماشي هو عنده الدور ده، لكن اكيد المفترض ان هو رقم 10 الكلاسيكي، احنا عندنا اكيد هي 4-3 ده ما فيهاش خط اللي هو رقم 10 اساسي، بس انت عندك محتاج الدور ده، دور اللي هو الاتاكينج ميدفيلدر، ده اهم جدا يعني. رهان اكرم بكره كبير يا كابتن، اكرم عليه بكره سيمون، ده باك شمال قوي جدا سريع هجوميا شرس، فرهان رهان اكرم هو بس هي في التشكيل مقلوب، هو المفروض اكرم مكان فتوح بالظبط كده، ولكن رهان اكرم بكره كبير، اكرم بكره قدامه صلاح، وفكره انك قدامك صلاح فانت قدامك نجم الفريق اللي ادواره الدفاعيه مش كبيره نعم، فممكن في بعض الاوقات يحصل عليه اوفرلود، فمطلوب ان اكرم يكون مركز، انا واثق جدا في اكرم توفيق وعندي ثقه تامه في الحته الدفاعيه بتاع اكرم، لذلك خط الوسط مهم ان هو يبص على اكرم توفيق دايما، علشان كده وجود زيزو مهم، ان هو محتاج دايما مساندات من خط الوسط لان صلاح ما بيدافعش كتير، والحته الشمال عند نيجيريا اللي هو سيمون الباك الشمال بتاعهم دوت في 3-5-2 ده نفاسه شرس ما بيزهقش على طول، بتلاقيه في الشق الهجومي على طول، فوجود اكرم بكره مركز دي مهمه ان شاء الله، تدعيمات خط الوسط لاكرم توفيق بكره مهمه، ان احنا بكره خطوتنا تكون متقاربه دي نقطه مهمه جدا برضو، بالاضافه ان انا رايي ان احنا لو لعبنا على الكونتر اتاك على الاطراف هنسبب خطوره كبيره جدا لمنتخب نيجيريا. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره في اولى مبارياته ان شاء الله تبقى بدايه، ما اعرفش انا كلنا انا احساسي بكره انت متفائل معايا يا كابتن، نعم انا حاسس انك متفائل معايا متفائل جدا صح؟ جدا حسيتها من الحلقه اللي فاتت انك متفائل انا دايما بحب المنتخب، بحب البلد يعني، فعايزين كلنا منتخب مصر بكره، عايزين نبسط، عايزين نفرح ونشوف منتخبنا الوطني ان شاء الله يصل المباراه النهائيه، وان شاء الله ان شاء الله كابتن محمد صلاح كابتن منتخبنا الوطني يستطيع ان هو يشيل كاس الامم الافريقيه للمره الثانيه الثامنه من في الكاميرون يعني، فان شاء الله كل التوفيق للمنتخب. انا بشكرك شكرا جزيلا يا حنفي، انا بشكرك شكرا جزيلا يا قيش، وان شاء الله نقدر نكمل مع بعض خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره حلقه جديده من البيت الكبير، ما تنسوش بكره مباراه منتخبنا الوطني ان شاء الله في تمام الساعه 6، ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب، ونكون مع حضراتكم الساعه 11 بالليل وحلقه جديده ان شاء الله، ان شاء الله يكون فيها اول ثلاثه نقاط لمنتخبنا الوطني. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي غدا وحلقة جديدة من البيت الكبير.